بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي لغات، كل عام وأنتم بخير، وأرجو إن أنتم تكونوا النهاردة مستعدين للمراجعة، ونبتدي على بركة الله وبالنجاح والتوفيق. طبعا فاكرين أول حاجة أخذناها في الـ Uniform Velocity، الـ norm of the displacement equal the cover distance. طبعا احنا عارفين ان S القانون الاساسي بتاعنا ان S equal T times V، اي S equal T times V، والتريانجل بتاعنا ده هيفيدني ان انا لو عايز اجيب التايم هقول S over V، وال V equal S over T. اوكي، طبعا برضو بما ان احنا بندرس اليونيفورم فيلوسيتي، فالافريج سبيد او الافريج فيلوسيتي، قلنا الافريج سبيد اللي هو الايه الديستانس، توتال ديستانس على توتال تايم. يبقى عاوزين نفرق بين الافريج سبيد والافريج فيلوسيتي. يبقى الافريج سبيد هيبقى التوتال ديستانس على التوتال تايم. طبعا الافريج سبيد از سكيلر كوانتيتي، وقلنا الافريج فيلوسيتي هيكون الديسبليسمنت اوفر التوتال تايم، او الديفرنس بين الستارتنج تايم والاندنج تايم. الافريج فيلوسيتي از اي فيكتور كوانتيتي، لان الفيلوسيتي نفسها ايه فيكتور كوانتيتي. طبعا زي ما احنا شايفين كده، it is not necessary that the average speed equal the norm of the average velocity. ونشوف مع بعض ال relative velocity. قلنا F A و B are two bodies, their velocity are V A و V B. يبقى ال velocity بتاعت A with respect to B هتبقى equal V A minus the velocity of B، و V B A هتبقى velocity of B minus the velocity of A. طبعا ال velocity of A B not equal ال velocity بتاعت B A، لكنها equal negative ال velocity of B A. ونشوف ونحل مسائل على الجزء ده. A body, a ball is projected upwards to reach 3 meters to turn back to the point of projection. يبقى البول projected upwards to reach 3 meters to return back to the point of projection. Then the magnitude of the happened displacement equal. طبعا هنا البول return to the point of projection، يعني هنا ما فيش displacement، يعني displacement هنا هيبقى equal كام direct؟ هيبقى equal 0. انما في نفس المساله دي لو كان قال لي الهابن ديستانس يبقى كام؟ هيبقى طلع 3 ونزل 3، يبقى ايكوال 3 بلس 3 يبقى ايكوال 6. لان احنا اتفقنا ان الديسبليسمنت اللي ايه؟ اللاين بتوين ستارتنج اند اندنج. طب ما هنا الستارتنج والاندنج هي نفس البوينت، يبقى ايه الديسبليسمنت ايكوال 0. وهنا بادي موف، زين ذا ماجنتيود اوف ذا ديسبليسمنت بوينت ذا كفر ديستانس. الديسبليسمنت greater than ولا greater than or equal ولا less than ولا less than or equal. طبعا هو الديسبليسمنت يجوز ان هو يكون less than او equal الديستانس، يبقى هنقول ايه less than or equal الديستانس. يبقى الديسبليسمنت less than or equal الديستانس. If a body moved in a straight line 9 meter towards east, then it returned back 3 meter towards west. Then the happened displacement equal 12 meter east, 12 meter west, 6 meter east, 6 meter west. طيب تعال نشوف الايه، ادي الايه المين دايركشن بتاعتنا east west north south. ادي البادي اول حاجه move 9 meter towards east، اهو ماشي 9 meter towards east. وبعد كده returned back towards west كام؟ 3 meter. يبقى هنا الفرق بين الستارتنج بوينت والاندنج بوينت كام؟ هنقول 9 ماينس 3 يبقى 6 متر. 6 متر فين؟ ايست ولا ويست؟ لا طبعا ايست، لان هو الاندنج بوينت ان ذا دايركشن اوف ذا ايست. A body moved 48 متر towards east، then it changed its direction to move 20 متر towards north. Then the displacement equal 68 meter in direction north of east, 52 meter in direction north of east,
68 meter in direction 22 degrees 37 minute 12 north of east or 52 meter in direction 67 degree 22 minute 48 second north of east. طيب هو اول حاجه هنا ادي الميت دايركشن زي ما اتفقنا، هو البادي الاول ايه موف، ونفترض ان هو كده موف فروم اي تو بي تو ذا ايست، وبعدين ريتيرن تو موف ايه تو ذا نورث. قلنا ده هيبقى الديسبيسمنت اللي هو اي سي اللي هو ستارتنج بوينت والاندنج بوينت. هو في البدايه ماشي تو ذا ايست كام 48 متر، وبعد كده تشينج اتس دايركشن تو ذا نورث كام 20 متر. طبعا النورث والايست دولت بيربنديكولار، يبقى كده هستخدم بايثاغورس ثيرم، يبقى اي سي هيبقى ايكوال روت 48 بار 2 بلس 20 بار 2 يبقى ايكوال 52. يبقى هنا الديسبيسمنت بتاعنا كام يا جماعه؟ 52. طب في انه دايركشن عامل انجل ثيتا مع الايه؟ الاكس اكسس. يبقى لما نيجي نجيب تان ثيتا اقول تان ثيتا ايكوال اللي اوبوزيت على ادجيسنت يبقى 20 اوفر 48. يبقى سيتا هنعمل شيفت تاني تبقى ايكوال 22 ديجري 37 مينت 12 سكند، ودي اللي ايه الديسبيسمنت وده الدايركشن بتاعها طبعا نورث ايست. طبعا ايه يا جماعه؟ نورث ايست. ونشوف اللي بعده. If a position of a vector of a particle move in a straight line from a point is given in time t second by the relation r equal to t square plus 3 in direction of n. يبقى ده اللي ايه؟ البوزيشن فيكتور. Then the magnitude of its displacement after 2 seconds equal كام؟ 4 ولا 6 ولا 8 ولا 11. طبعا عشان اجيب الديسبيسمنت من البوزيشن فيكتور هقول S equal كام؟ R2 minus R0 اللي هو ايه؟ الانيشال R2 اللي هو after 2 seconds، R0 اللي هي الانيشال بوزيشن. يبقى هنقول R2 يبقى هنشيل كل T ونحط مكانها 2 يبقى 2 times 2 بار 2 plus 3 ماينس R0 هيبقى هشيل ال T واحط مكانها 0 لأن في الـ starting time يبقى 2 times 0 بار 2 plus 3 تطلع equal 8. If the light of the sun reaches to the earth in time equal 8.3 minutes. If the sun is far from the earth by 1.494 times 10 bar 11 meter. Then the speed of the light equal كام كيلومتر بير سكند. طبعا هنا مديني اختياراته واحنا عارفين هنا السبيد هيكون ايكوال ايه؟ طبعا هو هنا عايز التايم بالسكند، يبقى نقول التايم ايكوال 8.3 تايم 60 يبقى ايكوال 498 سكند. الاس هنا مداني بالمتر عايز احولها لكيلومتر، يبقى هعمل ديفايدد 1000 يبقى ايكوال 1.494 ديفايدد 1000 يبقى تايم 10 بار 8. هنا عشان اجيب الفيلوسيتي اقول ايه؟ اس اوفر تي اللي هي الديسبيسمنت اللي هي 1.4 94 تايمز 10 بار 8 ديفايدد باي كام؟ التايم اللي هو 498 يبقى ايكوال 300,000 كيلومتر بير سكند. وده معناه ان الفيلوستي اوف ذا لايت ايكوال 300,000 كيلومتر بير سكند. The equation of the uniform variable motion in a straight line. طبعا بقى لما نيجي الـ variable motion with acceleration، قلنا أول قانون الـ V equal V naught plus AT، تاني قانون S equal V naught T plus half AT square، V square equal V naught square plus 2AS. طبعا in case of uniform velocity قلنا الـ A هتكون equal كام؟ 0. برضه عايزين ناخد بالنا من حاجة، لو قال لي إن الموشن in the direction of the initial velocity يبقى ده ايه؟ ال A positive. لو قال لي ان ال velocity in opposite direction of the initial velocity يبقى ايه؟ accelerated او deceleration.
الافريج فيلوسيتي وزين ان سكند اوف ذا يونيفورم فاريبل موشن. ذا كفر ديستانس ان ان سكند ايكوال كام؟ اس ان ماينس اس ان ماينس 1. يعني الكفر ديستانس ديورنج ان سكند بيبقى ايه؟ الديسبليسمنت ان ذا سكند ماينس السكند بيفور. يعني مثلا عشان اوضحها لك، ذا كفر ديستانس ان فيرست سكند هيبقى ايكوال كام؟ اس 5 ماينس اس 4 اللي هي الثانيه الخامسه ماينس الثانيه الرابعه. The average velocity within a certain time. Careful. It is an instant velocity at the midpoint of this interval. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عايز اجيب ال average velocity within fifth second. يبقى اقول ايه؟ V naught plus 4.5 A. لان ال midpoint او ال mid time بتاع ال fifth second هيبقى كام؟ 5 divided 2 او 4 plus 5 divided 2 يبقى 4.5. انما لو جه قال لي الافريج فيلوستي وزاين 9 اند 10 دولت 2 سكند بيبتدوا ب 8 وبيبتدوا ب 10 يبقى نقول 8 بلس 10 ديفايد 2 يبقى 9. ذا ديستانس ايكوال ذا افريج فيلوستي تايمز التايم. فور اكزامبل لو انا عندي الديستانس كفر وزاين 5 سكند هجيب الافريج فيلوستي اللي هي في ذا ميد تايم واعملها تايمز 1 عشان دي 1 سكند. الديستانس كفر زاين 9 اند 10 سكند زي ما خدنا في المثال السابق هنقول الايه؟ الديستانس ديورنج ذيس تايم تايمز 2. اشمعنى تايمز 2 المره دي؟ عشان دول 2 سكند. ونرجع للاختيار مسائلنا ونقول 180 متر بير اور بير سكند ايكوال كام سنتيمتر بير سكند سكوير؟ وادي اختياراتنا. وهنقول 180 متر دي عايز احولها لسنتيمتر اعملها تايمز 100 وانا عندي ديفايدد باي اور اللي هي عشان احولها لسكند يبقى 60 يبقى تايمز 6 والسكند اوريدي سكند يبقى تايمز 1 يبقى هتطلع لي 5 يبقى 180 متر بير اور بير سكند يبقى 5 سنتيمتر بير سكند سكوير. If a particle is moving with uniform velocity then A equal positive number negative number 0 في. طبعا when a body move with uniform velocity يبقى الاكسلريشن تبقى ايكوال كام؟ زيرو. A car is moving in a straight line from rest with uniform acceleration 25 centimeter per second square in direction of the motion. Then the velocity of the car after quarter minute equal. طيب الكار موفينج ان ستريت لاين فروم ريست يبقى الانيشال فيلوستي بتاعتها زيرو. دايركشن اوف موشن يبقى الاكسلريشن بوزيتيف. زين اكسلريشن 25 سنتيمتر يبقى الاكسلريشن دي بوزيتيف. والتايم هنا كوارتر مينيت هنعمله تايم 60 يبقى 15 سكند. يبقى نستخدم القانون في ايكوال في نوت بلس اي تي يبقى في نوت قلنا زيرو عشان ده ايه ستارتنج فروم ريست. بلس A اللي هي 25 تايم كوارتر مينيت قلنا اللي هي كام 15 سكند يبقى 25 تايم 15 375 سنتيمتر بير سكند. An aeroplane increase its speed at the rate 15 متر بير سكند سكوير. Then the time needed to increase its speed from 100 متر to 160 متر is كام سكند. طيب انا عندي هنا ايروبلين انكريز اتس سبيد بريت كذا يعني ده اللي ايه الاكسلريشن اللي هو اللي تشينج ان سبيد يبقى الاكسلريشن. زين ذا تايم نيد تو انكريز اتس سبيد فروم 100 تو 160 يبقى دي ال 100 يبقى اللي هي الانيشال فيلوسيتي 160 اللي هي الفيلوسيتي ات اني تايم يبقى نقول V equal V naught plus AT V اللي هي كام 160 equal V naught اللي هو 100 plus A اللي هي 15 times T. أنا أعدي ال 100 هناك بعكس الساين يبقى 15T هتبقى equal 60. هنعمل divide 15 يبقى التايم equal كام 4 سنة. A particle moves in a straight line with uniform velocity. Sorry, with uniform acceleration
8 سنتيمتر بير سكند سكوير in the opposite direction of its initial velocity with magnitude 4 meter per second. Then the velocity of the particle after half minutes from starting motion equals. طبعا هنا انا عايزين مش ناخد بالنا من حاجه، ان قال لي ايه ان البارتيكل ده موف with uniform acceleration 8 in the opposite direction of its initial velocity، يعني دي accelerated، يعني الاكسلريشن هنا بالنيجاتيف. يبقى عايزين اللي ايه الفيلوستي اوف ذا بارتيكل افتر هاف مينتس، يبقى نقول في ايكوال في نوت اللي هي 400 بلس ايه اللي هي نيجاتيف 8 تايمز تي اللي هي 30، يبقى الفيلوستي هتبقى كام؟ 160 سنتيمتر بير سكند. طيب هنا انا ما عنديش اختيار 160 سنتيمتر بير سكند، لكن عندي 16 متر بير سكند وعندي 5.7 كيلو متر و1.6. يبقى الاول اللي هنا احولها لمتر، اعملها ديفايد 100، يبقى هتبقى كام؟ 1.6 متر بير سكند اللي هو اختيار الاول. لو عاوز اجيبها طبعا هي الاختيار الاول سوري سكند سكوير، يبقى مش هينفع، يبقى كده هضطر اروح احولها لكيلومتر، يبقى اعمل تايم 60 اوفر تايم 60 اوفر 100,000، اطلع لي 5.76 كيلومتر بير اور. A particle starts its motion with velocity 24 meter per second with retardation 8 meter per second squared. Then the particle stopped after كام second؟ طب retardation هنا يعني الاكسلريشن نيجاتيف برضو، يبقى هنقول في ايكوال في نوت بلس اي تي، الستوب دي يبقى الفي هتبقى بزيرو ايكوال في نوت اللي هي 24 بلس اي اللي هي 8، يبقى بالنيجاتيف طبعا هتبقى نيجاتيف 8 تايمز تي، يبقى هنودي ال 8 تي هناك، يبقى 8 تي ايكوال 24 لما نعملها ديفايد 8 يبقى تي ايكوال كام؟ 3. يبقى ذات مين ذا بارتيكل ويل ستوب افتر 3 سكند فروم اتس موشن. ذا ديستانس ويتش بارتيكل كفرد ان كونستانت دايركشن فروم ريست ويز ان اكسلريشن اوف ماجنتيود 5 سنتيمتر بير سكند سكوير ديورنج 4 سكند ايكوال كام سنتيمتر؟ هنا عشان اجيب الديستانس بقى انا هقول في نوت ايكوال هاف في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. طبعا هو قال لي فروم ريست يبقى الانيشال فيلوستي بزيرو، يبقى زيرو تايمز اي تايم اللي هو 4 يبقى طبعا زيرو بلس هاف تايمز اي اللي هو اللي هي كام؟ 5 تايمز تي اللي هي 4 سكوير، نحسبها تطلع 40، يبقى كفرد 40 سنتيمتر بير سكند. هنا زي ما احنا شايفين ان ذا اوبزيت فيجر الاكسلريشن ايه ايكوال كام؟ طبعا هنا الريليشن دي بتوين تايم وفيلوستي، لما اجيب هنا السلوب بتاعها ده الاكسلريشن، يبقى لما يكون عندك الجراف بتوين التايم والفيلوستي، يبقى لما بتجيب الاكسلريشن يبقى هو نفسه هو السلوب بتاع اللاين ده. طبعا واضح هنا السلوب هيبقى ايه نيجاتيف، يعني معنى كده ان اللي هنا دي ريتارديشن. طبعا هنعمل ايه عشان احدد الكلام ده؟ هنختار اي 2 بوينت وليكن البوينت دي اللي هي 0.5 واي بوينت تانية 3.2 مثلا اهيت، ونقول ايه اكسلريشن هتبقى كام؟ واي 2 ماينس واي 1 يبقى 2 ماينس 5 اوفر 3 ماينس 0، يعني نيجاتيف 3 اوفر 3 يبقى نيجاتيف 1. طبعا لما ندرس الفيرتيكال موشن اوف بادي، نفس قوانين الفيرتيكال موشن هي قوانين الموشن ويز ايه يونيفورم اكسلريشن، لكن مع اختلاف ان احنا بنشيل الجي وبنحطها بنحولها لايه اللي هي الايه الجي اللي هي هنحول الايه هنشيلها نحط مكانها جي، الجي اللي هي الايه الجرافيتي طبعا اللي هي بنقول ايه 9.8 متر بير سكند سكوير او 980 سنتيمتر بير سكند سكوير. طبعا هنا لو جينا للبادي از فولينج اور بروجكتد داون، يعني حركه الجسم هتبقى من اعلى لاسفل،
طبعا فولنج هنا معناها ان الانيشال فيلوسيتي بتاعته زيرو لانه سقط، انما بروجكتد داون يعني هنا طبعا يبقى فيه ليه انيشال فيلوسيتي غير الزيرو، رقم غير الزيرو. اتش اوف في اند اس انكريزد باي انكريزنج اي تايم، يعني كل ما الوقت بيزيد والجسم بيسقط سرعته بتزيد والديستانس اللي مشاها بتزيد طبعا. The distance is at any time interval is equal to the distance covered during this interval. If a body fell down، قلنا لو البادي فيل داون يبقى الـ initial velocity هتبقى كام؟ زيرو. If the body fell down يبقى الـ g هتبقى بكام؟ بزيرو، الـ gravity هتبقى sorry positive. طيب if the body projected upwards بقى، طبعا هنا in this case we took the upwards vertical direction in both directions. Thus v naught is positive, g is negative. طبعا هنا وهو طالع لفوق الجي بتبقى نيجاتيف. The body reach to the maximum height when v equals zero. The velocity of the body at any point is equal when the increase and decrease، يعني لما بيكون الجسم طالع الـ velocity بتاعته عند أي مكان هي نفسها الـ velocity بتاعت الجسم عند إيه؟ الهبوط. The time elapsed to the body reach to the maximum height equal the time needed to return to the point of projection. يعني لو البادي محتاج يطلع للماكسيمم هايت in 3 seconds for example، يبقى هو كده هيرجع لنفس البوينت تاني of projection after 3 seconds، يعني هيطلع في 3 seconds وينزل في 3 seconds. To find the time and the maximum height، هنا حضرتك عشان نوصل للتايم اللي الجسم يحتاجه عشان نوصل للماكسيمم هايت زي ما احنا شايفين هنحط ال V بزيرو، يبقى زيرو ايكوال V نوت ماينس جي تي، يبقى V نوت ايكوال جي تي، يبقى التايم هيبقى ايكوال V نوت اوفر جي تي، يبقى التايم نيدد تو ريتشنج تو ذا ماكسيمم هايت يبقى ايكوال كام؟ V نوت اوفر جي. طيب افرض عاوز اجيب الماكسيمم هايت نفسه برضه اقول V سكوير ايكوال V نوت سكوير بلس 2 جي اس، V سكوير هتبقى 0، V نوت سكوير و G هنا طلعت تبقى نيجاتيف 2 جي اس، يبقى V نوت سكوير ايكوال 2 جي اس، يبقى ال S اللي هو الماكسيمم هايت هيبقى ايكوال V نوت سكوير اللي هو ال initial velocity بار 2 اوفر 2 جي. If a body fell vertically downwards then V equal V naught، V equal 0، V not equal 0، S equal VT. طبعا when the body fell قلنا على طول يبقى الـ initial velocity بتاعته equal 0. تمام؟ ونشوف اللي بعدها. When the body reached to the maximum height then A equal 0، S ولا V ولا V not ولا إيه؟ طبعا وين ظبطي ريتش تو ذا ماكسيمم هايت يبقى الفيلوستي بتاعته ايكوال زيرو، لان هو كده وصل الماكسيمم هايت مش هيقدر يطلع تاني يبقى مفيش فيلوستي، يبقى الفيلوستي انتهت يبقى في ايكوال زيرو. If the body returned to the point of projection then في ايكوال في نوت، اس ايكوال زيرو، سي ايكوال زيرو، اي اند بي. طبعا هنا انا هختار A and B لان حضرتك هنا لما بيرجع لنفس البوينت سرعته هتبقى هي السرعه عند الايه الصعود اللي هي بروجكشن بوينت. تاني حاجه طبعا الديسبيسمنت هيكون ايكوال زيرو، يبقى عشان كده اخترنا A and B. If a body is projected up with speed V naught meter per second to reach to the maximum height S، then the time needed to reach the maximum height equal كام؟ قلنا time needed to reach the maximum height V not over G. A body is projected vertically up with velocity 98 meter per second. Then the time needed to reach maximum height قلنا هنا عشان time needed to reach the maximum height اللي هو V not على G. V نوت اللي هي 98 و G اللي هي هتبقى 9.8 متر بير سكند سكوير، هنعمل ده ديفايد ده تبقى 10 سكند.
A body is projected vertically upwards with velocity 42 meter per second. Then the maximum height to which the body reaches equal to 65, 98 meter, 84 meter or 90 meter. عشان اوصل اجيب الماكسيمم هايت اللي هو قلنا يبقى ايكوال كام؟ في نوت سكوير اوفر 2 جي. في نوت هنا 24 يبقى 24 بار 2 42 سوري بار 2 اوفر 2 تايمز جي اللي هو الاكسلريشن الجرافيتي 9.8 يبقى ايكوال 90 متر. ده الماكسيمم هايت. A body is projected vertically upwards from a point on the ground surface if the maximum height the body reaches is 44.1 then the velocity of projection equal to. طيب ما احنا عارفين ان الماكسيمم هايت اللي هو في نوت سكوير اوفر 2 جي يدوني ايكوال 44.1. طبعا في نوت سكوير مش عارفينها، هنقول اوفر 2 تايمز 9.8 ايكوال 44.1. هنعمل كروس مالتبليكيشن يبقى في نوت سكوير ايكوال 864.36 دي الفي نوت سكوير. يبقى عشان اجيب الفي نوت اقوم عامل الروت بتاعتها اللي هي 29.4. A body is projected vertically upwards to cover the distance 88.2 meter till it returns to the projection point. Then the taken time equal can. هو هنا cover the distance 88.2 يعني هنا الماكسيمم هايت يبقى كام؟ ال cover distance دي divided 2 اللي هي equal كام؟ 44.1 لأنه هو طالع هيبقى طلع 44.1 وهو نازل مشي برضه 44.1. قلنا عشان اجيب الـ initial velocity بقى يبقى taken time sorry يبقى لازم اجيب الـ initial velocity. هنا هو هنقول v نوت سكوير على 2 جي اللي هي الماكسيمم هايت ايكوال 44.1 وهنعوض يبقى v نوت سكوير اوفر 2 تايمز 9.8 ايكوال 44.1 وهنعمل كروس يبقى v نوت سكوير ايكوال 864.36 يبقى الـ v نوت بس هتبقى كام؟ 29.4. كده اقدر اجيب التايم اللي هو ايكوال في نوت اوفر جي اللي هو 29.4 اوفر 9.8 ايكوال 3 سكند. If a body is projected vertically up with speed 24.5 meter, then it returned back to the point of projection after كام سكند. طيب احنا الاول نجيب التايم needed to reach the maximum height اللي هو equal v naught over g يبقى equal 24.5 over 9.8 يبقى equal 2.5 سنة. طيب هنا ال body ده need to reach the maximum height 2.5 وهيرجع لل point of projection in another 2.5 second يبقى time needed equal 2 times 2.5 يبقى equal 5 سنة. If a body is projected vertically up from a point on the ground surface and it returned back to the same point after 10 seconds, then the maximum height of the body can reach equal 10 meter. هنا التايم احنا عارفين equal v naught over g اللي هو الاول نجيبه 10 over divided 2 يبقى equal 5 seconds. عشان ده التايم needed to reach to reach to return back. واحنا قلنا ان تايم نيد تو ريتش ذا ماكسيمم هايت اللي هو تي ايكوال في نوت اوفر جي يبقى في نوت مش عارفينها اوفر جي ايكوال 5. اعمل كروس يبقى في نوت هتبقى ايكوال 49 متر بير سكند. يبقى الماكسيمم هايت هنجيبه ازاي؟ اس ايكوال في نوت سكوير اوفر 2 جي اللي هي 49 بار 2 اوفر 2 تايمز 9.8 يبقى ايكوال 122.5 متر. ونروح على نيوتن يونيفرسال جرافيتيشنال لو. قلنا all the bodies in this universe attack each other under the effect of commutative force directly
which proportion directly to the mass of each of the two bodies and inverse with the square of the distance between their centers. يعني قلنا F proportion with M1 times M2 over S square لأنها proportion directly with the two masses and inversely with the distance square. يبقى قلنا يبقى F هتبقى equal G times M1 M2 over S square وG ده ال constant of gravitation. طبعا قلنا F equal G times F equal G times M1 or times M2 over S square. F دي اللي هي قلنا ليه الجرافيتيشن فورس بتوين ذا تو بودز ان نيوتن. طبعا هنا M1 و M2 اللي هو الماس اوف ذا تو بودز، S ده اللي هي الديستانس، طبعا اللي هنا الماس بيبقى بالكيلو جرام، S اللي هي الديستانس بتوين ذا سنتر اللي هي يعني ناخدها بكام بالمتر. طبعا جي اللي هو يونيفرسال جرافيتيشنال كونستانت، وده هنديهولك في المسألة جاهز مش محتاج في حاجة. برضه عشان اعمل comparing between the gravity acceleration in two planets، لو التو gravitation بتوعهم G1 وG2 in the planet 1 و planet 2 يبقى G1 over G2 هيبقى equal كام M1 over M2 times R2 power 2 over R1 power 2. The gravitation force between two masses magnitude 50 kilogram and the distance between their center is 50 centimeter is كم يعني؟ طيب هنا احنا عندنا نقول القانون F equal G times M1 M2 over S square. G طبعا اللي هي 6.6 times 10 power negative 11 times هنقول M1 50 كيلوجرام و M2 50 كيلوجرام والديستان بينهم 50 سنتيمتر، نعملها ديفايد 100 لان احنا قلنا الديستان لازم تبقى بالمتر يبقى 0.5 باور 2 ونحسبها تطلع 6.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 7. ونشوف مساله ثانيه. The gravitational force between the two planets of masses 2 تايمز 10 باور 21 10 and 4 تايمز 10 باور 25 10 and distance between their center 2 تايمز 10 باور 6 كيلومتر is كام نيوتن؟ طبعا هنا الاول انا محتاج كل الماسس دي تتغير لكيلومتر كيلوجرام سوري والديستان دي تتغير لمتر. يبقى الفيرست بلان هنا اللي هو بلانت اللي هو 2 تايمز 10 باور 21 لو عملناه تايمز 1000 يبقى 2 تايمز 10 باور 24، والتاني اللي هو 4 تايمز 10 باور 25 هنعمله تايمز 1000 يبقى 4 تايمز 10 باور 28. وتاخد بالك من الحكايه دي اللي هو اتغير اليونت للايه للكيلو جرام والديستان لمتر، يبقى كيلومتر هنا نعمله تايمز 1000 برضه يبقى 2 تايمز 10 باور 9 باور 2. وطبعا الجي اللي هو الكونستنت كتبناه على طول 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 ونحسب الكلام ده يبقى الايه الفورس هيبقى كام؟ اتراكت فورس هيبقى 1.334 تايمز 10 باور 24 نيوتن. The gravitational force between the sun and the earth is 35.67 times 10 power 21 newton and the mass of the them 5.97 times 10 power 24 and 19 times 10 power 29 kilogram. Then the distance between the sun and the earth equal can meter. طبعا هنا انا عندي ال F جاهزة 35.67 تايمز 10 بار 21 ايكوال، طبعا الفورس دي ايكوال جي اللي هو الكونستانت اللي هو عارفينه 6.67 تايمز 10 بار نيجاتيف 11 تايمز M1 اللي هو مداني 35 الاولانية 5.97 تايمز 10 بار 24 والماس الثانية 19 تايمز 10 بار 29 طبعا اوفر اس سكوير. عشان اجيب الاس سكوير هنا هنعمل ايه؟ ادي نكتب هنعمل تايمز لكل الارقام اللي عندي هيبقى 35.67 تايمز 10 بار 24 ايكوال 7.57 تايمز 10 بار 44 اوفر اس سكوير. يبقى اس سكوير هتبقى كام؟ 7.57 تايمز 10 بار 44 اوفر 35.67 تايمز 10 بار 21.
equal 2.12 times 10 بار 22 متر. طبعا يبقى هنا عشان اجيب الاس باللي ايه هجيب الرود بتاعتها اللي هي 1.46 times 10 بار 11 متر. The gravitational force between two masses 27 newton. The distance between them is increased by 3 times than the previous one. Then the gravitational force become cam newton. طيب هو هنا ال gravitational force between the two masses equal m1 طبعا g times m1 m2 over s square. مين اللي اتغير هنا؟ الديستان اتغيرت لثلاث اضعاف، يبقى هنا هنعمل ايه؟ بدل ما هي كانت الاس مثلا اس بس يبقى تبقى 3 اس بار 2، يعني النتيجه دي هتبقى معموله ديفايدد 9 لان 3 بار 2 هتبقى 9 اس بار 2، يبقى هنا كاني هعمل ديفايدد 9 يبقى 23 7 ديفايدد 9 يبقى 3. The masses of two planets are 4m و9m kilogram and their radii 2r و3r. Then the ratio between their gravity acceleration on their surface كام؟ طبعا هنا هنقول الاولاني البلانيت 1 والبلانيت 2 يبقى g1 على g2 هيبقى كام؟ m1 اللي هي 4m اوفر m2 اللي هي 9m تايمز r2 بار 2 اوفر r1 بار 2 ايكوال. لو قلنا m1 اللي هتبقى 4m وm2 اللي هي 9m تايمز طبعا r2 اللي هي 3r بار 2 هيبقى 9r بار 2 وال r1 اللي هي 2r اللي هي تبقى 4r بار 2. طبعا ايه لما نعمل ال r بار 2 تتكنسل مع ال r بار 2 وال m تتكنسل مع ال m يبقى 36 اوفر 36 يبقى 1. يبقى هنا الجرافتي ان ذا تو بلانيت ار ايكوال لان الريشيو بتاعهم طلع 1. The gravity acceleration on the Jupiter given that the Jupiter mass is 1.8948 times 10 بار 27 and the radii length كذا كيلومتر is كام متر بير سنة. هنا طبعا عشان يكون عندي الجرافت بتاع اي بلانت استخدم القانون اف ايكوال جي تايمز ام 1 اوفر تايمز ام 2 اوفر اس. هنفترض ان انا عندي جسم على جوبيتر الويت بتاعته 1 يبقى نقول 6.67 تايمز 10 بار نيجاتيف 11 يبقى ايكوال تايمز ام 1 اللي هو ام تايمز ام 2 اللي هو الماس اوف جوبيتر 1.898 تايمز 10 بار 27 اوفر اس اللي هو ايه الريدرز بتاع جوبيتر لان البني ادم ده والشخص ده واقف على السيرفس بتاع جوبيتر يبقى الديستنس بتوين البادي دوت او اند السنتر يبقى هو الريديوس اللي هو طبعا هعمله تايمز 1000 بار 2 عشان ده بالكيلومتر ولازم احوله للمتر ونحسبها تطلع 25.9 متر بير سكند سكوير. ونروح نشوف مع بعض البروبابيلتي وقلنا السامبل سبيس لو انا عندي ايه سبسيت من السامبل سبيس اس يبقى البروبابيلتي بتاع ايه جريتر ذان اور ايكوال 0 ليس ذان اور ايكوال 1. يعني معنى كده ان اي بروبابيلتي belong to the interval from 0 to 1 يعني اقل قيمه للبروبابيلتي 0 واعلى قيمه ليها 1. طبعا بروبابيلتي سامبل سبيس اللي هو certain event equal 1. طبعا البروبابيلتي بتاع الامبوسيبل ايفنت بيبقى 0. عايزين ناخد شويه ايه كالوريز بروبابيلتي بتاع فاي ايكوال 0 اللي هي الامبوسيبل ايفنت زي ما قلنا. Probability A dash اللي هي complement بتاع اي event 1 minus probability A. Probability A union B هيبقى equal probability A plus probability B minus probability A intersection B. Probability A difference B هيبقى equal probability A minus probability A intersection B. Probability B difference A equal probability B minus probability A intersection B. If A subset من B, then
probability A union B equal probability B و probability A intersection B equal probability A. طبعا هنا probability A dash union B dash هي نفسها probability A intersection B all dash يعني equal 1 minus probability A intersection B. probability A dash intersection B dash هي نفسها probability A union B all dash. طبعا probability A dash union B يبقى equal probability A difference B dash. probability A difference B union probability B difference A equal probability A union B minus probability A intersection B. طبعا probability A difference B dash equal probability A intersection B. with probability A dash difference B equal probability A union B dash. طبعا قلنا لو A subset من B ده الشكل بتاعها يبقى probability A union B هيبقى equal probability B و probability A intersection B يبقى equal probability A. طبعا هنا probability A difference B هيبقى equal 5. probability B difference A يبقى equal probability B minus probability A. If A and B are two mutually exclusive يبقى ال intersection بتاعهم equal 0 و probability A union B هيبقى equal probability A plus probability B بس مش هنقول minus ال intersection. ليه؟ لأن ال intersection هنا ب 0. probability A difference B equal probability A و probability B difference A equal probability B. if probability A equal probability A dash يبقى زين probability A equal half و probability A dash طبعا هتبقى equal half. ونروح نحل مسائل على probability مع بعض. the probability of the certain event equal 5 is 0 1 اللي in both certain event equal 1. if the probability of occurrence of event A equal 3 over 5 then the probability of non-occurrence of event A equal 10. ال A 3 over 5 يبقى non occurrence A اللي هي كام؟ هتبقى 1 minus 3 over 5 يبقى 2 over 5. بس انا هنا ما عنديش اختيار 2 over 5. طب ما تيجي نعملها نحولها ل percentage يبقى هتبقى equal 40%. if probability A equal 1 over 4 probability B equal 2 over 3 probability A intersection B equal 1 over 3 then probability A union B equal كام؟ طبعا احنا عارفين القانون هنا probability A union B equal probability A plus probability B minus probability A intersection B. probability A 1 over 4 probability B 2 over 3 minus probability A intersection B 1 over 3 ونحسبها تطلع 7 over 12. if A intersection B equal 5 probability A dash equal 0.7 و probability B dash equal 0.4 then probability A union B. طبعا هنا A intersection B equal 5 يعني دولت ماتيال اكسكلوسيف يبقى ال intersection بتاعهم ب 0. طبعا هنا probability A dash ب 0.7 يبقى probability A equal 1 minus 0.7 يبقى 0.3. probability dash B dash ب 0.4 يبقى probability B يبقى equal 1 minus 0.4 equal 0.6. يبقى هنا حضراتكم بقى هنقول probability A union B هيبقى equal probability A plus probability B equal 0.3 plus 0.6 يبقى 0.9. if A and B are two mutually exclusive events from the sample space S probability B dash equal 1 over 4 probability A union B dash equal 0.05 then probability A equal K. طبعا mutual exclusive يبقى الانترسكشن equal 0. انا عندي هنا probability B dash اللي هو 1 over 4 يبقى probability B هيبقى 1 minus 1 over 4 او 1 minus 0.25 يبقى 0.75. probability A union B dash equal 0.05 ما probability A union B dash ده اللي هنقوله هو 1 minus probability A union B equal 0.05.
يبقى لو نقلنا بروبابيلتي اي يونين بي وعكسنا، يبقى بروبابيلتي اي يونين بي هيبقى 1 ماينس 0.05، يبقى 0.95. وما دام ماتيريال اكسكلوسيف، يبقى بروبابيلتي اي يونين بي هيبقى ايكوال بروبابيلتي اي بروبابيلتي بي، اللي هو يبقى ايكوال كام؟ 0.95. ما انا عندي بروبابيلتي ايه؟ ايكوال 0.25، سوري بي، يبقى بروبابيلتي ايه بلس 0.25 يبقى ايكوال 75، سوري ايكوال 0.95. يبقى بروبابيلتي ايه هيبقى ايكوال 0.95 ماينس 0.75 يبقى ايكوال 0.2. Given that A and B are two events in a sample space to A subset من B, then probability A union B equal. طبعا ما دام ال A subset من B يبقى ال probability A union B هيدينا probability B هي كده. If A are and B are two events from a sample space of a random experiment to A subset من B, probability A intersection B equal 2 over 5, probability A union B equal 4 over 5, then probability A equal 10. طيب من عندي القانون هنا، probability A subset من B، A subset من B sorry، يبقى حضرتك probability A intersection B هو نفسه equal probability A، يبقى probability A هتبقى equal probability A intersection B اللي هو كام؟ 2 over 5. A fair die is thrown two consecutive times, then the probability of getting number 5 in any throw and 6 in the other throw. طبعا هنا احنا عشان يجي لي 5 او 6 في المرتين هيبقى يا اما يجي لي 5 6 او 6 و5، واحنا عارفين لما نرمي داي مرتين هيبقى عدد الاحتمالات 36، يبقى هنا 2 اوفر 36 يبقى ايكوال 1 اوفر 18. A class contain 42 students. 35 of them succeed at the end of the year. A student is chosen randomly. Then the probability that the student is failed. طبعا هنا 35 succeed يبقى الفيلد كام؟ 42 minus 35 يبقى 7 student. عشان اختار فيلد student يبقى 7 over 42 يبقى equal 1 over 6. A box contains 30 identical cards number from 1 to 30. A card is drawn at random from the box. Then the probability that the card odd number which is perfect square equal to. طبعا احنا عندنا البيرفكت سكوير اللي هي المفروض النمبر اللي ليها روت اللي هي 1 وكام و4 و27 وكام و27، بس هو قال لي اود يبقى انه 27، يبقى دول كام؟ 2 اوفر 30 اللي هي 1 اوفر 50. If probability A equals 0.3 و probability B equals 0.5 و probability A intersection B equal 0.1، then probability A dash intersection B dash equal. طبعا انا عندي probability A dash intersection B dash اللي هي equal probability A union B all dash اللي هي equal 1 minus probability A union B اللي هي equal 1 minus probability A plus probability B minus probability A intersection B، يعني 1 minus 0.3 plus 0.5 minus 0.1 equal 0.3. If A و B are two mutual exclusive events to probability A dash union B dash equal mutual exclusive، يبقى ال intersection بتاعهم ب 0، probability A dash union B dash لو probability A intersection B all dash يعني equal 1 minus probability A intersection B يبقى equal كام؟ 1. If A and B are two events from a sample space of a random experiment and probability A equal 1 over 4, probability B equal 3 over 5, probability A intersection B equal 1 over 5, then probability A dash union B. طيب انا عندي probability A dash intersection B equal probability A difference B dash equal 1 minus probability A difference B equal 1 minus probability A plus minus probability A intersection B equal 1 minus 1 over 4 minus 1 over 5 يبقى equal 19 over 20. نروح للمسائل المقالية اللي هديلك في ورقة مستقلة.
ونشوف examples على كل نوع من انواع اللي هتجيلنا. A particle move in a straight line with uniform acceleration 2 cm per second square in the same direction of its motion after covering a distance 2.25 meters. Its velocity becomes 50 cm per second. Find its initial velocity. طيب انا هنا عندي ال particle move in a straight line with uniform acceleration 2 in the same direction, يبقى ال acceleration هنا positive. عايزين الايه الموشن افتر 2.25 متر الفيلوسيتي بيكام 50 سنتيمتر. هي القصه هنا ان انا لازم وانا بحل المساله اظبط اليونتس بتاعتي. يبقى هنا الفي سكوير كان مداني كام؟ 50 سنتيمتر بير سكند، نحولها لمتر ديفايد باي 100 يبقى 0.5 او خليها كلها سنتيمتر، يبقى 50 بار 2 ايكوال في نوت سكوير بلس 2 ايه اللي هي 2 سنتيمتر بير سكند تايمز 2 تايمز 225. هنا حولنا بقى الديستانس من متر لسنتيمتر عشان يبقى كلهم سنتيمتر. 2500 ايكوال في نوت سكوير بلس 2 تايمز 2 تايمز 225 يبقى ايكوال، يبقى في نوت سكوير يبقى كام؟ 1600. يعني اعمل الكود بتاعتها يبقى ايكوال 40 سنتيمتر بير سكند. وبارتيكل موف فروم ريست ان ستريت لاين وذ يونيفورم اكسلريشن ات كفر ديستانس 38 سنتيمتر وزاين ذا 10 سكند اوف اتس موشن. فايند ذا ماجنيتيود اوف اتس اكسلريشن اند ذا ديستانس ويتش ات كفر وزاين ذا 5 سكند اوف اتس موشن. طيب هنا احنا عندنا هنا الفيلوسيتي اللي هو مشيها كانت ديورنج ايه في 10 سكند، يعني ثانيه واحده، يبقى الفيلوسيتي ايكوال 38 ديفايد 1 يبقى 38 سنتيمتر بير سكند. قلنا في هيبقى ايكوال في نوت بلس اي تي، في اللي هي 38 ايكوال في نوت 0 بلس 9.5 ايه. اشمعنى عملناها 9.5؟ عشان هنا الفيلوستي ديورنج 10 سكندز اونلي، يبقى بنجيب الايه؟ الميد تايم. يبقى هنعمل 38 ديفايد 9.5 يبقى ايه؟ هتبقى ايكوال 38 ديفايد 9.5 ايكوال 4 سنتيمتر بير سكند. هنا كده بقى عشان اجيب الايه؟ فايند ذا ايه؟ الديستانس كفرد وزن 5 سكند. يبقى عشان اجيب الديستانس الاول اجيب الفيلوستي ديورنج 5 سكند اللي هي هنقول في نوت اللي هي 0 بلس ايه اللي هي جبناها 4 تايمز التايم هنا بقى يبقى الميد تايم اللي هي بتاع الانترفال يبقى 4.5 ايكوال 18. طبعا يبقى الاس هنا تبقى كام؟ 18 تايمز 1 عشان 1 سكند زي ما اتفقنا، يبقى ايكوال 18 سنتيمتر. A particle move with uniform acceleration in a constant direction as the same direction of its initial velocity. If the particle covers the distance 100 cm within the first 5 seconds from its motion and cover 90 cm in the sixth second 9 to 10 from its motion. Find the acceleration, also find the initial velocity. طيب هنا في الاول في الفيرست 5 سكند الميد بوينت بتاعتهم اللي هي 2.5، يبقى نقول بي ايه؟ يبقى 100 ديفايد 5 يبقى 20. لو عدنا في القانون في ايكوال في نوت بلس اي تي يبقى 20 ايكوال في نوت بلس 2.5 ايه، وسمي لي دي نمبر. نروح للايس اذر 3 سكند اللي هي ايه؟ 8 و9 و10 عشان نجيب الميد تايم بتاعتهم. قلنا ال8 دي هتبتدي من 7 ل8 ومن 8 ل9 ومن 9 ل10 ال 3 سكند بتوعنا دولت، يبقى الميد تايم بتاعتهم 8 هاف، يبقى هنقول ايه كفرد كام؟ 90 ديفايد 3 يبقى ايكوال 30. ونروح نعوض في قانون الفيلوسيتي تاني، في ايكوال في نوت بلس اي تي اللي هو 30 ايكوال في نوت بلس 8.5 ايه. عندي تو ايكويشن 1 و2 هنعمل لهم سبتراكت، 1 و2 يبقى 30 ماينس 2 تبقى 10، في نوت ماينس في نوت بزيرو، 8.5 ماينس 2.5 يبقى ايكوال 60. لو عملنا ديفايد 6 يبقى ليها تبقى 10 اوفر 6 اللي هي 5 اوفر 3 سنتيمتر بير سكند سكوير. هنعوض في اي كويشن وليكن الاولى، يبقى 20 ايكوال في نوت بلس 2.5 تايمز 5 اوفر 3
يبقى هنحسبها، يبقى في نوت ايكوال 15 و5 اوفر 6 سنتيمتر بير سكند. A bullet fired horizontally with velocity 100 meter per second at a fixed wooden target. It is embedded in its depth 50 centimeter. Find the acceleration of motion of the bullet. If it fired at another piece of wood like the first of thickness 18 centimeter, find the velocity in which the bullet comes out of the pieces of wood. طيب في الأول هنا هنيجي للبالت ديت اللي هو embodied in it اللي هو كام 50 سنتيمتر، عارف ال initial velocity 100 ال final velocity 0، يبقى اقدر اجيب ال acceleration by using v square equal v naught square plus 2s، يبقى 0 equal 100 square plus 2 times a times 0.5 على حولتها متر، يبقى s هتبقى كام ال a سوري هتبقى negative 10,000 متر بير سكند سكوير. لو رحنا للايه الودن الثانيه اللي هي اقل في الثيكنس اللي هي كام دخلت ب 18 سنتيمتر، يبقى الانيشال فيلوستي 100 عايزين نعرف هتخرج بفيلوستي كام. يبقى في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اس، يبقى 100 plus 2 times negative 1000 times 0.18 يبقى equal 6400. هنجيب الروت بتاعتها يبقى 8 سنتيمتر بير سكند. A train moves in a straight line between two stations of 5280 meter apart. If we start from rest from any of the two stations and move with uniform acceleration 2.2 meter per second square. Until its velocity become 44 meter per second. Then it move with this velocity for a while. Then it move with uniform retardation 1.1 meter until it stopped in the other station. Find the time taken between the two stations. طبعا انا عندي added two stations اهوت، ابتدى بالinitial velocity acceleration 2.2 لحد ما وصل للvelocity 44 moving for a while يعني بنفس السرعة لحد ما ايه وصل لمنطقة مشي فيها باكسلريشن نيجاتيف 1.1 لحد ما وقفت السرعة خالص في القصد في الايه المحطة التانية اللي هي نظر ستيشن. هنيجي هنا نقول ال V equal V naught plus T عشان اعرف التايم هنا كان كام في الفترة الأولى دي 44 equal V naught اللي هي 0 plus 2.2 times T. يبقى 2.2 تي ايكوال 44 هنعمل ديفايد 2.2 يبقى التايم في الفيرست انترفال 20 سكند. عشان اجيب الديستان اللي مشيها في الفتره ديت هقول في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اي اس واعوض 44 بار 2 ايكوال 0 بلس 2 تايمز 2.2 تايمز اس ونعوض يبقى اس هتطلع لي 440. يبقى المسافه الاولى دي كانت كام 400 مشيها في كام في 10 سكند. سوري في 20 سكند والمسافه 440. هسيب المسافه الثانيه السكند انترفال اروح للثيرد انترفال اللي هي هقول له برضه في ايكوال في نوت بلس 8 اي هيبقى 0 بلس ايكوال 44 ماينس 8 اي 1.1 تي يبقى 1.1 تي ايكوال 44 هنعمل ديفايد 1.4 يبقى تي 40. يبقى في الفتره الثالثه قضاها في كام 40 سكند. تعال نشوف الديستان بتاعتها كام. هنعوض في قانون في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اي اس هنطلع الاس بكام زي ما انتم شايفين 880. يبقى انا كده جبت التايم والديستان بتاع الفترتين الاولى والثالثه. التايم هنا 20 و440 التايم هنا 40 و880. المسافه الكليه كانت كام 1936. يبقى المسافه الثانيه كام هنعمل ده ماينس الفترتين يطلع 3960 كان ماشيها بيونيفورم فيلوستي. التايم بقى هيبقى هنا كام ده ديفايدد ده اللي هو الديستانس ديفايدد الايه الفيلوستي ايكوال 90 سكند. يبقى التوتال تايم هنا كام بقى 20 بلس 90 بلس 40 ايكوال 150 سكند. ده عملتها ديفايدد 60 هيبقى كام 2.5 مينتس. Word is from a point on the ground. It comes back to this point after 6 seconds
find its initial velocity and the maximum height of the battery. طبعا هنا قلنا التايم 3 وقلنا التايم تو ريتش ذا ماكسيمم هايت في نوت اوفر تي، يبقى 3 ايكوال في نوت اوفر 9.8. هنعمل كروس يبقى الفي نوت ايكوال 3 تايم 9.8 ايكوال 29.4. عشان نجيب الماكسيمم هايت قلنا في نوت سكوير اوفر 2 جي، يعني 29.4 باور 2 اوفر 2 تايم 9.8 44.1 متر. A stone fell from rest from a point of 10 meter above the hill of a sand to embedded in the sand a distance 196 centimeter. Find the acceleration of the motion inside the sand. طبعا هنا في جزئين، جزء outside the sand وجزء inside the sand. نيجي للجزء اللي هو outside the sand، هنقول v square equal v naught square plus 2 gs. v square equal 0 plus 2 times 9.8 times 10 equal 196. هنقول v equal كام؟ root 196 14 متر بير سكند. يبقى هنا ال velocity of the stone before it is embedded in the sand 14 متر، ووصل مسافة معينة اللي هي كام؟ لحد ما وصل انه توقف اللي هي 196 سنتيمتر. يبقى هنا inside the sand هنقول v square equal v naught square plus 2as. يبقى 0 equal 14 بار 2 بلس 2a تايمز 196. يبقى 0 equal 14 بار 2 زي ما قلنا 2a تايمز 1.6 يبقى 3.92a. يبقى الايه هتبقى بكام؟ هنعمل ديفايدد يبقى نيجاتيف 50 متر بير سكند سكوير. Two balls, the mass of the first 10 kilogram and the other 5 kilogram. The distance between their center 0.5 meter. Calculate the gravitational force between them, given that the universal gravitational constant 6.67. طبعا دي مسألة مباشرة. هنقول F equals G times M1 M2 over S square. يبقى 6.67 times 10 power 11 equal 10 times 5 over center بينهم distance between center 0.5 bar 2 equal 1.334 times 10 bar negative 8 newton. ولو جه قال لك a satellite of mass 1500 kilogram rotate at a distance 540 kilometer from a ground surface of the earth whose mass 6 times 10 bar 24 and its radius 10,360 kilometer. Find the gravitational force of the Earth to the satellite in Newton, given that the universal gravitational constant equals 6.67 times 10 power 11. طبعا لو افترضنا ان دي الايرث وده الساتلايت، الريديوس بتاعت الايرث كام؟ 6306 كيلومتر، والمسافه بين الساتلايت والايرث 540. طبعا الريديوس بتاع الساتلايت ايه؟ نيجلابل، يعني مجهول خالص بالنسبه للايرث. S هنا هتبقى كام؟ 540 بلس 6360 ايكوال 6900 كيلومتر. طبعا لازم احولها بالمتر، هعملها تايمز 1000. يبقى نروح نقول F ايكوال G تايمز M1 M2 اوفر S سكوير. يبقى 6.67 تايمز 10 بار نيجاتيف 11 اللي هو G، M1 اللي هو 1500، M2 اللي هو الإرث اللي هو 6 تايمز 10 بار 24 اوفر 6 9000 بار 2، هنحسبها 1.26 times 10 بار 4 نيوتن. If the gravitational force of the Earth to the Moon is 3.11 times 10 بار 24 نيوتن and the mass of the Earth 6 times 10 بار 24 and the mass of the Moon 7 times 22 kilogram, find the distance between their center. If the universal gravitational force 6.67 times 10 بار نيجاتيف 11. طبعا هنا نكتب القانون برضو. F هو مداني هنا 6 تايمز 10 3.11 تايمز 10 باور 24. G موجودة عندي اهيت كتبناها، تايمز M1 6 تايمز 10 باور 24 تايمز M2 7 تايمز 10 باور 22 اوفر S سكوير. هنقول 3.11 تايمز 10 باور 24 ايكوال 6.67، وادي القانون والنتائج اللي احنا عوضنا بيها. ونحسب 3.11 تايمز 10 بار 24 ايكوال، هنكتب 6.67 تايمز 10 بار نيجاتيف 11 نعملهم تايمز كلهم هيطلعوا لي 2.8014 تايمز 10 بار 37 اوفر اس سكوير.
هنعمل بروس يبقى اس سكوير هتبقى 2.8014 تايمز 10 بار 37 اوفر 3.11 تايمز 10 بار 24 ايكوال 9 تايمز 10 بار 12. دي الاس سكوير، يبقى الاس هتبقى روت الكلام ده هتبقى ايكوال 3 تايمز 10 بار 6 متر. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم النهارده، اراكم على خير وبالتوفيق والنجاح في سنواتكم القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا معكم مستر محمد عمر.